صباحو يا حلوين ويا حلوات، ان شاء الله تكونوا كامل في احسن الاحوال ويلقاكم هذا الفلوج المتنوع بصحة جيدة يا رب. قبل ما نبداوه كالعادة نصلي ونسلموا كامل على الرسول، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد، واللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين وانصر اخواننا في فلسطين وسائر الشعوب المسلمة المظلومة، امين يا رب. فلوغنا لنهار اليوم رايح يكون خصيصا لاحتفالات اول نوفمبر، الذكرى يعني 70 لاندلاع الثورة التحريرية المضفرة. رايح نشوفوا معايا شوية لقطات خديتهم لكم من ومنا. المهم قبل ما نبداو هنا يا بارتاجيت معكم فطوري الصباحي اللي كنت درت هنايا، البيض مغلي مع الفخوماج زيت الزيتون، يعني من داك في لا سيمين ونكسر الروتين القهوه الصباحيه بهذا الاكل الصحي. انا والزوج يعني الزوجه ديالي يوميا ياكل فطور صحي، ولكن انا نتريشي منين داك نتريشي، وكليته بهذاك الخبز اللبناني فريمون بنين بنين البنات، رافقته بياغورت عصير برتقال اللي ما رانيش البنات نستغنى عليه ابدا، و ليت بول، كاين اللي يقولوا ليت بول، كاين اللي يقولوا مشروب الطاقه، مانيش نستغنى عليه البنات، الحليب والبنان والعسل والمكسرات والكرموس هذاك، المهم حاجه طبيعيه وحاجه صحيه تاني وتعطي لكم طاقه خاصه. او هذه هي البنات مع شويه فاكهه، ويكون فطورنا الصباحي يشد لكم البنات، يلو كان ما تفطريش حتى المور الظهر ولا زوج ونص ولا رايحه ما تجوعيش. انا ساعات البنات كي ناكل هكذايا من حس روحي جيعانه حتى الوقت يعني متاخر، بصح نهار اللي تكون عندي خرجه ولا عرضه مع الزوج الفطور تلقاوني الصباح ما ناكلش، يعني ما ناكلش حاجه كبيره باش ما نشبعش، وكي نخرج معاه يعني نفطر بالطبع والشان، ولا سواء نكون معروضه عند ناس داري ولا فاميلي تراجلي ولا دارنا ولا خياتي نفس الشيء، زعما نكون معروضه للفطور ما نكترش مع الصباح هكا في فطور الصباح. ومن بعد البنات هنا بعد ما كملنا الفطور بالصحه والراحه علينا وبعديكم كاملين جزنا للشغل تاع الدار اللي ما يخلصش. كل يوم يا البنات تخرج لكم حاجه، ها شومبره تبدلوا لها الفراش، ها الكوزينه تمسحوها، سال دو با تغسلوها، المهم الشغل ما يخلصش البنات، نروحوا معاه غير حبه حبه كما قالوا داقة داقة، وحنا نكملوا كل يوم حاجه. المهم هنا كنت عولت على الفراش نتاع الغرفه ديالي مع شويه تنظيفات، يعني ماشي حاجه كبيره. انا المهم البنات واقفه على لا شومبر، يعني الحمد لله سورتو الغبره وهداك لو كوفري ديما نطلع عليه ولا نفتحو ساعات كي تكون الشميس الله الله، نخليه يعني لا جورني كامل نرفد كامل الفراش نخليه هو تاني يتشمس، نديه للبالكون او ميم طون الكوفري هذاك ما راكو تشوفوه نرفدو ونخلي الفراش اللي لداخل يتشمس بالطبع والشان، ومن داك يعني ندلو لداخل معطر ولا، بصح الحمد لله جامي ما شميت يعني ريحه هوميديتي ولا رطوبه ولا حاجه، يعني لا سمح الله كي نطلع الكوفري باش نجبد ولا نخبي الفراش. الحمد لله النظافه يا البنات واجب، والتعقيم والوقايه هكا باش يعني نضمنوا يعني نضمنوا صحتنا وضامننا ربي يعني سبحانه. المهم هنا خيرت ندير هاد لو دغابلا من فيكتوريا سيكريت، هذا اللي راهو باك كومبلي البنات، عندي هذا تاع الصيف والشتاء فيه كوات بزاف بزاف شابه، كنت ديجا فرجتها معكم من عند يعني حبيبتي اش ال كوليكسيون اللي نقولها يعني ما شاء الله عليك خدمتك بالطبع والشان، يعني الحاجه كي تكون تهضر على اماليها نهضروا عليها، يعني ماشي اشهار ولا مي، المهم هاد لاباج يعني راهي معروفه بلا ما تشقى كريمه ولا دير لها اعلان ولا بيبليسيتي، المهم انا اكتبوها هكا في الانستغرام اش ال كوليكسيون تخرج لكم، تخدم بالطبع والشان، تخدم بقماش كما قلت لكم تخدم بالقماش برومي شوا تاع لا ماليزي وتاع لا تركي، والقماش لوكال ما شكيتش تخدم به الله اعلم. انا المهم يعني معظم ضرواتي ملي اكتشفتها شريت يعني نخدم عليها الحمد لله. وهنا كما راكم تشوفوا الفطور تاعنا كان عباره على غير لي كوت هكذايا حمرتهم في المقله ورافقتهم مع سلطه شويه فريت، والحمد لله هنايا شوفوا البنات كي تقليوه في الكوكوطا رايح يعطيكم بنه ويقعد سانيون هكاك ما يبش معكم. المهم هنايا كنت درت له غير شويه زيت ومرصو تاع زبده وشويه ملح وفلفل الكحل
وهذا مكان ديروه على نار قاويه وتقعدوا تقلبوا فيه غوش ادروات، تقلبوا تقلبوا مليح حتى تشوفوه حمار لكم امضي غطاب. من بعد بلا ولا قطره ماء البنات، ومن بعد تغلقوا عليه مده ربع ساعه، تعودوا تفتحوا عليه، تعودوا تقلبوه للكوتي الاخر ربع ساعه وهو طاب معكم، وتشموا الريحه امضي غي تاع التحمار. هذه هي وكيدي اللحم سردين قليان رايحه الدار تتعبق لكم بالروائح. الوغ هنايا كما راكم تشوفوا البنات بروفيتيت، درت شويه بخور الكامل الدار، بديت يعني بالصالون اون سي جامي يجيك كاش ضيف ولا الاهل ديالك ولا تقابلهم يعني ريحه بخور ما شاء الله. هنا كما قلت لكم راني نستعان ببخور يارا روعه روعه، يعني يارا واميره العرب هايلين. هنا كما راكم تشوفوا دزت على كامل البيت ديالي بالتفحفيح والتعطير، وهذه هي. والبنات هنايا نقول لكامل المشتركات تاعي وكامل الشعب الجزائري مبروك، يعني مبروك علينا الذكرى 70 اللي اندلاع الثوره التحريريه، والحمد لله كما قالوا ما بقاش استعمار في بلادنا ورانا مستقلين حرين احرار شرفاء في بلادنا نساء ورجال. وما ننساوش الشهداء تاعنا نترحموا عليهم في اي مناسبه، يا لو كان بينك وبين روحك في صلاتك تدعي لهم بالفردوس الاعلى وبالرحمه، هادو واش كما يقولوا يسالونا، وهذا حقهم علينا واجب علينا انه دائما نتذكروا الشهداء. ما كاش عائله جزائريه ما عندهاش يعني في عائلتها مجاهد ولا شاهد، الحمد لله يا رب العالمين اللي ما بقاش استعمار في بلادنا، وربي يحفظ لنا بلادنا حكومه وشعبا وارضا طيبه، وينصر قلت لكم جميع الدول المظلومه خاصه اخواننا في فلسطين اللي ما كاش اللي حس بيهم وبالظلم اللي راهم يجوزوه قد الجزائريين اللي جوزوا 132 سنه من الظلم والاستعباد والطغيان الاستحماري الغاشم. ومن هذا المنبر انا دائما اكرر واقول المقولات الشهداء منهم من التبسي بوعمامة، انه كره فرنسا عقيدة ولازم تعلموها لولادكم. هذه هي البنات بلادنا عزيزة، وضحوا عليها رجال وضحوا عليها نساء كما يقولوا بالنفس والنفس باش حنا نعيشوا احرار، ما لازم نفرطوا فيها وما لازم نسمعوا لاي اطراف منه من تاع البلاد ما فيها والو. شوفوا البنات انا واش راني نشوف، الجزائر راهي يعني احسن دوله عربيه من حيث كل، شوفوا من حيث النزاهه ديالها مع الدول العربيه، يعني الحمد لله لا تطبيع ما شاركت في ظلم حتى دوله لا اجنبيه ولا عربيه، فما بالك بالدول المسلمه. المهم ما تسمعوا لاي طرف يحاول يدير النميمه في بلادنا العزيزه. انا عن نفسي بلادي اعشقها، اعشق ريحة ترابها الطاهر، اعشق كل ركن في بلادي 58 ولاية، وما نفرطش في بلادي ابدا ابدا، ونعلمها لولادي نورث لهم حب الوطن باذن الله تعالى، لانه بلادي ابسط شيء قدمته لي انه ترعرعت وزدت وكبرت في ارضها الطيبة، علمتني قراتني. هذه هي، شوفوا الارض راهي كل ام، اللي ما يحبش ارضه ما يحبش امه، انا هذه القاعده ديالي، الارض راهي كل ام، كيما الام ديالنا رباتنا راهي الارض الطيبه تاعنا رباتنا، والحمد لله على نعمه حب الوطن والكرامه اللي زرعها ربي فينا، الحمد لله يا رب العالمين. وعاشت الجزائر حره مستقله، وعاشت دائما في امان وامن من عند الله تعالى، امين يا رب العالمين. وها هي ويلكم تو الجيرز، مرحبا بكم في العاصمه. هنايا البنات ما قدرتش نخرج مع الصباح نصور لكم وكلش، الوغ هنايا خرجت انا والزوج مع العشيه، قولوا مع العصر صلينا العصر وحبينا نخرجوا هكا نشوفوا الاجواء في العاصمه. دونك حبيت نوريكم شويه اجواء كما راكم تشوفوا، جوزتكم على الصابلات وعلى المحمديه، كانوا يعني بداو يخملوا خلاص يعني الاستعراض العسكري. وهنا يطلعنا للجزائر لشارع شي غيفارا حديقة صوفيا، بعد كملنا الصحت وهذا، المهم حتى الليل وتعشينا ودخلنا، كانوا أجواء رائعة رائعة، وكانوا دايرين مسابقة لأحسن رسام، دوك تشوفوها معايا هامليك ما شاء الله عليهم ولاد وبنات بلادي.
مع صور الشهداء والشهيدات. شوفوا انا هنا بكيت، البنات لحمي كما يقولوا تشوك، تشوفوا هكذايا الصور تاع الشهيدات والشهداء، وكيفاش يعني كانوا صغار وحاربوا الاستعمار 27 سنة 22 سنة، المهم كانوا صغار يا سبحان الله، وكان عندهم حب الوطن. قال لك الحاجة اللي تفرق الشعب الجزائري على كامل الشعوب الأخرى هي حب الوطن والكرامة، اللي ناقصة عند بزاف بزاف دول منهم عربية للأسف. شوفوا لي البنات هذه المرأة الشاوية الحرة اللي شوفوا كي نشوفها نخاف على بالكم، والله النظرة تاعها غير ثاقبة، تخوف أي كما يقولوا أجدعها عدو تخوفه. سبحان الله، ربي يرحم الشهداء إن شاء الله. وهنا كما شفتوا البنات قعدنا شوية في حديقة صوفيا هكا نستراحوا، تلمو مشيت يا البنات عييت وليت ننهد. المهم قعدنا هنايا في حديقة صوفيا، كانت معمرة ما شاء الله. قلت لكم البنات استعفينا في حديقه صوفيا، جاب لي الزوج عصير، قعدنا هكا شويه ان بون مومون، كي يطيح الليل هكا تكون الاجواء هنا البنات ما شاء الله. كملنا حتى لهذيك البحريه تاع دزاير في ساحه الشهداء. المهم كما راكم تشوفوا هنا الاجواء مع العشيه ما شاء الله، جوزتكم على شويه اجواء تشوفوا. المهم الجزائر العاصمه، الجزائر البيضاء، كانت مزينه بالعالم الوطني، مزينه بالاخضر والاحمر والابيض اللي يرمزوا للسلام، دم الشهداء، الارض الطيبه الخضراء. المهم ما شاء الله شوفوا اجواء هايله. تمنيتكم تكونوا معايا، وحبيت يعني ندير هذه الجوله في الليل ونخرج للعاصمه نشوف نشوف يعني الاجواء كيف. ولا حابه دا كنت حابه نروح يعني الاستعراض العسكري، مي الله غالب، اولا ما نضت بكري، ثانيا كنت شويه عيانه مام الزوج، كما قلت لكم البنات مام الزوج كان شويه عيان، حاب يعني استراحه بالجمعه. المهم هذه هي الاجواء، كنا في ساحه الشهداء كما قلت لكم هنايا تاع البحريه الجزائريه تاع الشهيد علي لابوينت، علي عمار المدعو علي لابوينت. وهنايا اجواء تاني في الجزائر من ومن. وهنايا ختمنا لكم بالعوده الى ارض الديار ولا للحومه. جوزتكم على الدوزي عند مطعم رواد الاندلس، اللي ما شاء الله مطعم ولا اروع، مطعم عائلي نقي، منظم الاستقبال، وتاني الشيك يعني مطعم شيك، وتاني تاكلوا وما تخلصوش بزاف كما المطاعم الاخرى. المهم هنا كما راكم تشوفوا غير دخلنا حكمنا الطابله تاعنا، درنا السكانينا هذاك الكود كيوغ باش نشوفوا المينو، وتقدروا ميم تستعانوا بالمينو اون سوبور بابي. كما راكم تشوفوا هنا كامل واش عنده، المقبلات البارده، المقبلات الساخنه، ودوك تشوفوا المينو بالتفصيل وبالاسعار. هنا حبيت نوريكم باك الطريقه كيفاش يعني تقدروا من خلال الهاتف تاعكم تكومونديو واش كاين. المهم كامل بالديتاي قائمة الأكل كاملة هنا راهي بالتفصيل، كما شفتوا هنايا قائمة الطعام في الـ يعني سوبر عفوا بابي. وهنا عندكم الانستغرام تاعهم، رقم الهواتف باش يعني تكومونديو ولا تكومونديو حاجة لأفراحكم ولا يعني تريتوري، يقدر يدير لكم الأكل عن طريق يعني الطلب بواسطة الواتساب او الانستغرام او ديريكتومون الهاتف. هنا كما شفتوا هنايا واش عندهم مشويات، شوفوا هنايا السيخ ولا بغوشه تاع اللحم 10000، الكبده 15000، الدجاج 10000، ليري 12000. هنايا الشرائح كما راكم تشوفوا هنايا اللحوم المشوي خروف 320000 الطبق، الكتف 640. المهم هنا الدواجن يبداو من 100000 وطلع ولا وحبط. هنا كما راكم تشوفوا المقبلات البارده، يعطولكم صحن جبل مشكل ب 80000، سلطه زيتون 30000، طماطم 30000. المهم راكم تشوفوا هنا في كامل الاسعار، خليتولكم بالتصوير البطيء باش تستفادوا. وهنا عندكم تاني كامل المقبلات الساخنه لسوب وما يشبهه. هنايا كما راكم تشوفوا نروحوا لقائمه لي ديسير ولا التحليات، واش عندكم عصير طبيعي، دائما ما يحطوش السعر لان
عنه على حسب الفواكه الموسمية وأسعارها. وهنا عندكم العصائر الاصطناعية والتحليات، فواكه الفصل، سلطة فواكه، فلون، تيراميسو، موس شوكولا، كريم برولي، وكريب بالنوتيلا. وهنا كما راكم تشوفوا حنايا البنات بدينا بالحريره، كان بروبوزها لنا الشاف كي دخلنا، قال لنا عندنا حريره ما شاء الله، دونك درنا انا والزوج يعني بول بيناتنا، ودرت الحميص ودرت بلا تاع الفريت، ومن بعد كملنا يعني لي كوموند تاوعنا اللي كانوا عباره عن المشويات ولا سيخ لحم بلوتو المرقاز وشيش كباب ولي زيسكالوب. والزوج دوموندا طرونش تاع كبده ديريكت، كبده غلمي، وجبت انايا عصير طبيعي تاع الرمان، والزوج دار مخيتو. وهذه هي البنات ما شاء الله، شوفوا تاكلوا وتشبعوا الحمد لله، مع دايما يعطوكم الخبزة هذيك تاع المطلوع مسخنة على يعني المجمر هذاك اللي يشوفوا فيه ذوق ويأخذكم إلى عالم آخر. المهم البنات هذا هو يعني وش دوموندينا، ونقولكم بقوا على خير.